أشرف مسعودي، رئيس جمعية الإبداع للثقافة والتنمية. في البداية كنقدم نيابة على أسرة جمعية الإبداع كافة التعازي والمواساة القلبية للعائلة ديال الطالبة الشهيدة نهيلة البيدوني. صراحة تأثرنا بزاف بالموت ديال الأخت والصديقة ديالنا واللي كانت عضو في المكتب الإداري ديال الجمعية. نهيلة كانت من خيرة الشباب، كانت مبتسمة متفائلة، كتبغي الخير وكتساعد كاع الإخوان، خصوصا في المادة ديال الإنجليزية اللي كانت متفوقة فيها. الموت ديال نهيلة سبب لينا صدمة. كنتمنى من الله تكون من أهل الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم، كم نور هان طالب، عضو دي جمعية الإبداع. نهار توجد ممكن غير المقابر، نزام ترحم زميلة النغ، صديقة النغ، شهيدة العلم نهيلة البيدوني. يموتن تجن طريقة مروعة، يجن الحادث مروع، نزخص نترحم تغطيش الخسارة تمقران تلا الجمعية النغ كعضوة نغ كصديقين الشين. نستعد وجن ترتيام مضحرية الطاس، ولكن فقد يجن الجزء مقران في الجمعية النغ. الكل تغي يشهد صراحة بتصدر نهيلة التعامل الطيب، الطاقم الإيجابية وغدا نقتدى الجمعية غاون قا ونقا إلا تحظى بيذ. إن لله وإنا راجعون. تعادي الحارة إلى النس أين غني نطلب الجميع كيف يترحم مخمد الأخت النس، بركي فعلا تغتيج الإنسان تحظى بجن الإنسان جيدة جدا. شفتي جهاد زرابي عضوة في جمعية الإبداع. هالنهار جينا ترحموا على الفقيدة نهيلة بدوني. ما عارفش غادي نقول غير انه الله يرحمها والله يصبر عائلتها والله يصبرنا حتى حنا يا اصحابها واصدقاء ديالها اللي كيقى معاها واللي معنا في الجمعية. فكنتمنى ان اي واحد يدعي معاها بالرحمة والله يصبرنا عاوتاني. وصافي هادشي اللي بغيت نقول. الحين نشد صديقنا نهيلة توغا العضوة كاين غدا الجمعية الإبداع. نتدارس على رحمة إن شاء الله أول حاجة، وثاني حاجة مش سقعنا الصديقة النغ توغا تيجن عضوة أكثر من أنها عضوة، توغا تيجن صديقة، توغا تيجن مساعدة، توغا تيجن يعني تمد يد المساعدة للكل. ونسيت إن شاء الله أو مش سقعنا نتدارس على رحمة ونتدعي الجميع أنه أتي أحمد سيد عبي إن شاء الله زين من بارا يعني نقا أتي صباع عبي الوليد النس أتي صباع عبي مرة إني تتحب أنا نغي صباع نشين عاو تاني مرة ممش نمون ممش تغو تكينغ. والحمد لله يعني تهديج نقدر سيد عبي ونتمنى إن شاء الله أتي أحمد سيد عبي والمساعدة هني مرة تغو تك تقديم مني المساعدة هني مرة تغو تك إن شاء الله هذي ريجن حسنات هذه ريجن مش صدق عن هذه ريجن حاجة تصبح إن شاء الله تغي سيف إن شاء الله الجنة وتري ذيك جوم شني الصبح إن شاء الله مش توقعت أنت أصلا دي الدنيا وتجد رسالة إنه مش صدق عن العائلة النهيلة أتي الصباح ريجن القدرة تلعب تعالى أصبعني كوشين أصبعني يعني ريجن يعني ريجن إيمان اللي غاتني ريجن إيمان دم قران باش أتجاوز الأزمة يا ريجن أزمة مرة نحس الزيس مرة يعني مرة نحس الزيس بأنها ريجن صديقة كانت مقربة جدا.